حدثني أحدهم يقول عينت في مكان خمس ست مكاتب في مكان واحد تقريبا، خمس نسوة وأنا الوحيد الرجل يقول بينهم. فيقول أول شيء قلت لا ما يصير أجلس معاهم وكذا، بعدين قلت وظيفتي وكذا. فيقول أدش ما سلم، أدش أقعد على المكتب يخلص شغلي أطلع ما لي شغل فيهم. يقول المشكلة إني سالم يدشون يسلمون، كل واحد أدش يسلم السلام عليكم، يقول استحيت قمت أسلم أدش السلام عليكم سلام عليكم. يقول لا قعدت على كرسي إذا جايين قبلي قعدت صبحك الله بالخير أبو فلان، صبحك الله بالخير، صبحك الله بالخير أبو فلان، صبحك الله بالخير. قمت أنا الحين لا صرت أنا مبكر، واحدة جت متأخرة لازم أقول لها صبحك الله بالخير. مع المدة صار بعدين لا صار في حديث بالعمل، بعدين صار حديث بالسياسة بالاجتماع رياضة اقتصاد بالغداء بالعشاء، صار يعني صار عادي يعني نسولف مثل ما نسولف مع الربع. يقول لين في يوم من الأيام ما صار طرح موضوع، ولا تقول واحدة لا لا أبو حمود مو صحيح، أوه صوت أبو حمود. يقول لحظة لحظة شنو أبو حمود؟ يقول عطوه أدش على المدير تنقلني، خربت خلاص وصلت أبو حمود. يقول له فلا يتساهل الإنسان في هذا الأمر، قضية العمل مع النساء خاصة إذا كنا متراخين، خاصة إذا كنا نأخذ من راحتهم أو هو معهم في غرفة واحدة، يبتعد عن هذا قدر ما يستطيع، والله المستعان.